رمية هي جسم بتوصل النهاردة؟ لا وصلت، دي زمانها جاية على هنا. ايه ده، ما حدش راح يجيبها من المطار ولا ايه؟ ليه هي صغيرة ولا ايه؟ يجيبها من المطار اهي، وصلت اهي حبيبتي. الحمد لله على السلامة. انت فين؟ ايوه قاعدين في الكافيه اللي على البول، مش شايفانا؟ انت فين؟ وراي؟ السادة المشاهدين اللي بيتابعونا، مساء الخير على كل السادة الضيوف، ومساء الخير طبعا على لجنة التحكيم اللي مشرفانا ومنورانا في حفلة جديدة وموسم جديد من حفلتكم ملكة جمال مصر ميس ايجيبت. النهاردة معانا موسم جديد، موسم مختلف بكل المقاييس، مقاييسه حتى مختلفة في الحماس. ليه الموسم ده مختلف؟ لأن المتسابقة اللي هتحصل على لقب ملكة جمال مصر السنة دي مش هتمثل بس مصر على المستوى المحلي، هتمثله كمان على المستوى الدولي، وده من خلال مشاركتها في ميس يونيفرس اللي هتقام في اندونيسيا. يا ترى يا هل ترى مين اللي هتفوز باللقب؟ مين اللي هتطلع قدامنا النهارده وهتكون صاحبة السعادة ان هي تكون اجمل واحدة في مصر؟ حضراتكم اللي هتقيموا بجد المواهب النهارده، هنديكم فرصة دلوقتي ان انتوا تتعرفوا على كل المتسابقات بان احنا نطلعهم على الستيج دلوقتي. بس السؤال اللي بيطرح نفسه، مين اللي هتكون احلى واحدة في مصر؟ مين اللي هتكون ميس ايجيبت؟ ودلوقتي حانت اللحظة الحاسمة، اللحظة اللي كلنا مستنيينها، اللحظة اللي تنفس من خلالها متسابقات كتيرة جدا، وهي الوحيدة اللي قدرت تكون فاضلة. ملكة جمال مصر، أحلى واحدة في مصر، ميس ايجيبت جاسمين. بقول ايه، انا اطلع اجيب شمام من الكيسه السود، اجيب لك معايا تاكلي؟ لا شمام ايه بقى، ده انا هاكل كوكونات. ايه الكوكولات دي؟ جوز هند يا هانم، جوز هند اللي بناكله من الصبح. ايه لهو ده مش صوبيا؟ صوبيا ايوه انا فاكراها صوبيا حمضانه. هو لو صوبيا حمضانه كنت تاكليها عادي، ما انا بسف بعدها شويه طوب احمر مطحون بيجلي المعده ما بيخليش اصلا لاي حاجه. يخرب بيت ام الطوب الاحمر.
ايه ده؟ في ايه يا سليم بيه؟ فين الفاكهة؟ مفيش موزة وعنبتين مسوسين، فين الأناناس؟ فين بقية الفروتس؟ فين الكاكا؟ الست المستحية الحرنكش؟ فين الحاجات الحلوة دي؟ فين يا 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 أفيو فانوس لانوس لانوس يا لانوس يا لانوس أمر يا سيطرة. الناس بتوعك ما حطوش الفاكهة ليه يا ابني؟ إيه ده؟ ولاد اللذينة لسه ما عملوش حاجة، ده أنا قايل لهم مرتين. الله، يبقى في إيه؟ بص يا سليم بيه، أنا حاسس بصراحة في عوأ. يعني الجماعة الصينيين دول بقالهم كده فترة ممروعين علينا. ممروعين؟ ممروعين ده يا باشي جاية من المرع. مرع؟ المرع. إيه المرع ده؟ مصطلح جديد ده ولا إيه؟ يعني أنا قصدي اللي هم عاملين فيها من بنها. كلامي ما بقاش يلدم معاهم. بقى ينفضوا لي يسقعوا لي. ايه ينفضوا لي يسقعوا لي؟ بص ما تكلمش اتكلم صيني، انا هفهمك اكتر. بص بصراحه يعني هم ما بقوش يسمعوا الكلام، وحاسس ان في حد مسوحهم علينا. حد مسوحهم علينا ازاي يعني؟ في حد غيرنا بيجيب لهم ميه. حد زي مين؟ حد من هنا بيخوننا يا سليم بيه. لا مؤاخذه، مال وشك اصفر كده ليه يا عكر؟ مفيش حاجة يا باشا. مفيش حاجة ايه يعني؟ مين يجيب لهم مية والمية عليها حراسة؟ طب استأذن اني بقى. تعال هنا. راح فين؟ هجيب مشاغي. ماني هروح انام بقى يا باشا عشان ورديتي خلصت والدور على الحروم. انت مش قلت مش جايلك نوم؟ اسكت، مش انا جالي ابو النوم، بنعس. ابو النوم جالك. بص بقى، انت تعترف كده بسهولة وتحكي لي كل حاجة، يا إما والله أعلقك على باب الشجرة اللي برة وخلي رجل الغابة يجيلك أبو رجل قد كده وإيد قد كده ويلزك واحدة ينفض لك البنطلون أبو حشرات. اعترف. أنا أقول على كل حاجة يا باشا. أوبا يا لهوي، كتف اتملخ من الأزايز. بتاعت حمراي ولا إيه؟ بعدين مش دي كانت فكرتك من الاول؟ فكرتي بس ممكن اغير رايي عادي يعني. يا سلام، ونخلي بقى الناس تموت من العطش عشان حضرتك كتفك اتملخ. بلاش دلع يا عتاب والنوت. وفاق لما تدلع، مش بفك معاك بكلمتين. طيب يا ستي الدلع براحتك، عموما هاتي الازازه اشيله منها. تقدر تشيل نفسك. طب يلا يلا بينا. يلا بينا على فين يا حضره الصول؟ سليم باشا، ايه المفاجاه الجميله دي؟ يا لا مفاجاه جميله ولا حاجه. خلاص انتوا اتقفشتوا متلبسين بالسرعه. انا مش فاهمه، هو حضرتك بتتكلم عن ايه؟ يقصد الميه اللي انتوا شايلينها دي. اخص عليكم اخص. اتاري بنت بكانتوا بقالها اسبوعين بحالهم، ما بتجيش تنضف البيت وتغسل يعني وتعمل حاجات البيت دي. طبعا ما لقت حد غيري يشربها. ايه يا جماعه، انتوا فهمتوا ايه بالظبط؟ الميه دي احنا جايبينها علشان نسقي بيها الزرع. زرع ايه يا بلغم باشا؟ ما خلاص كل شيء انكشف من وباء. بس اخر حاجه كنت ممكن اتوقعها ايه؟ ان الضابط اللي معانا يطلع هو حرامي الميه. اسمع اخص.